احنا العرب. لا انما بقول ليه، ليه يعني ليه الاستثمار ما يبقاش في انديه غزل المحله المنصوره؟ ودي أندية عريقة الحقيقة وعندها ظهير جماهيري ضخم يعني. طبعا أندية البني سويف والصعيد، أسوان، أندية قناة، وأندية الإسماعيلي. يعني أنا الاستثمار مثلا في الأندية الجماهيرية، اتحاد سكندري المصري، عصب كرة القدم هو الجماهير. طب إيه المشكلات الإدارية أو التنظيمية اللي تحول دون هذا الاستثمار وهذه الطفرة يعني باشمهندس؟ في ايه المشاكل اللي بتواجه المنظومة؟ هو ان احنا ما خدناش وحولناها لشركات. احنا دلوقتي اي مستثمر مش هيقدر يدخل. عظيم. وانت يبقى اول خطوة تحويل النادي الى شركة كرة تدير قطاع الكرة فيه، تنفصل وتبقى عشان نبقى دوري محترفين. وبالمناسبة النادي الاهلي يعني قطع خطوات كبيرة جدا في الدراسة وفي الاعداد لانشاء شركة الكرة. هو الاهلي طبعا، بس مش هيقدر يشتغل لوحده. يعني انا عايز منظومة متكاملة، يمكن ما نستعرض كل اندية. وعلى فكرة برضو لو رجعنا هنلاقي سنة 92 دي كانت بداية الدوري الانجليزي. يعني الدوري الانجليزي بريمير البريمير ما كانش لسه موجود. سنة 92 كانت الحال متدهور جدا في الملاعب وكده، وهم خدوا تجربة الحقيقة في التطوير ده من أمريكا. ده حقيقي. فابتدوا يتطوروا. احنا أتمنى أن يكون عندنا خطة بهذا، لأن أنا شايف خطر جدا على أندية الشعبية وأندية الجماهيرية، وبالتالي هيبقى عائداتك قليلة. مش أنت الجماهير هي ده اللي وقع الوقت، ده اللي حاصل دلوقتي بالظبط. محدش قادر يعني. زائد أن احنا ما عندناش خطط. يعني مثلا احنا بقى لنا النهارده الشهر الجاي تقريبا هيبقى او الشهر ده 10 سنين بدون جماهير. كتير. كل الجماهير او الموضوع ده حصل في انجلترا وفي ايطاليا، حصل ظروف وتخروج بس اتوجدت الحلول ورجعت الجماهير. يعني فلازم ما ينفعش ان انا قاعد 10 سنين واحنا مش عارفين قدامنا قد ايه. يعني ما احنا عندنا ظروف كورونا. ده عنصر مهم جدا من عناصر كره القدم. لازم هو لازم ومصر لديها من الاليات ما تستطيع ضبط يعني. لازم طبعا. لازم في واحنا في تجارب كتيره، مش احنا يعني في مصر بس. الخروج او التعصب ده لو قدر بطرق اداريه وانضباطيه بقى رجعت، لان ما تقدرش تبقى انا شفتها الحقيقه في ايطاليا وشفتها في انجلترا، بس في ضوابط بتقدر ترجعها. فطبعا انت ما عندك مثلا بنتكلم بقى لنا 15 سنه، انا حضرت 15 سنه بنقول هنطبق دوري المحترفين، وكل سنه يقولوا تطلع تصريحات هنمنع. ما بيتمش. احنا الخطوتين يعني دول مهمين جدا علشان تقدر تجذب المستثمر. بس مسؤوليه مين يا باشمهندس؟ دي مسؤوليه. يعني الخطوه الاولى من مين؟ من مين يعني؟ المفروض اتحاد الكوره. المفروض اتحاد الكوره بالاشتراك طبعا مع وزاره الشباب والرياضه، لان دي منظومه الجهة المشرفة منظومه يعني. الدوله بس الاساس اتحاد الكوره. يعني انت ما عندك الصلاحيه اللي تقدر تعمل الكلام ده، لان حضرتك انت ما هيجي مستثمر وعايز يخش في ضوابط. حتى في انجلترا انت ما تقدرش تشتري اي نادي. صحيح. ولو اشتريت نادي فانت في اطار، مش هتعمل في النادي ده زي ما انت عاوز. لا ده في اطار قانون، في حدود، في ضوابط، في حدود قانون. والحقيقه يعني انا اعرف مثلا نادي زي نيوكاسل في مفاوضات بقالها كتيره علشان شراء. الموضوع مش فلوس، الموضوع شروط. لان هو بيقول انا ماراثون من المفاوضات يعني. بس هو السبب التعثر، هو سبب اداري، لان هم بينظروا الى الانديه دي انها جزء من المنافسه اللي عامله قيمه للدوري الانجليزي. فما ينفعش انت تيجي بفلوسك تعمل اللي انت عايزه. لا، انت مساهم في اطار الشروط اللي محطوطه عشان نحافظ على الفريق ده. وانت هتستثمر فده مناسب لاستثمارك ولمنهجك يعني ولطريقتك؟ اهلا وسهلا. مش مناسب يبقى هيستنى لغايه ما يجي غيره. انما احنا هنا يعني لان هي برضو في ترابط كامل. يعني ما يجيش نادي مثلا ويخش يقوم حاطط مبالغ مهوله فتقدر هترفع الاسعار وندخل بقى في قصه الاداء المالي ورفعت الاسعار. وهو ده اللي احنا فيه، ان احنا فيه الانديه، معظم الانديه بشكل عام بتعاني من ارتفاع كبير في الاسعار. ايه السبب الحقيقي من وجهه نظر حضرتك لتراجع الانديه الجماهيريه والشعبيه اللي حضرتك كلمتنا عنها؟
زي طنطا المنصورة إن هي ما قدرتش تتواكب مع الاحتراف اللي حصل. يعني أندية مثلا زي المحل غزل المحلة كان الشركة بتعتمد عليه وكان في إدارة قوية، ابتدت تضعف الإدارة، ابتدت الشركة بتخسر، فبالتالي انعكس على النشاط الرياضي. وهتلاقي نفسه كده أندية، في أندية كتير زي البلاستيك هتلاقي برضه زمان كان موجود شركة البلاستيك كده وهكذا يعني. فبقت لأن هي مرتبطة بشركة، انما لو هي اساسا شركه كوره هتعرف تدير نفسها، هتعرف تدير، تبحث عن موارد وملاعب يعني كل حاجة، وخطه تساعدها على الاستمرار زي ما بيقول. اللي هي زي ما حضرتك اي شركه بتنشا في حد بيدور على استمراريتها، بتجيب ناس محترفين تدورها، مش هتجيب ناس مجامله، لان في مساهمين وواضعين فلوس هيحاسبه مجلس الإدارة. صحيح. مش هيشتري مثلا بأكتر من إمكانيات والنهاية هيقولوا له أنت كسبت كام، حققت الهدف وكسبت كام. وده صحيح. لأن أنت طبعا ده هيرتبط، يعني حضرتك لو خدت فكرة على مثلا الدوري الإنجليزي، هو النهاردة إيه أهميته للاقتصاد في إنجلترا وإيه أهميته للأندية. صحيح. هتلاقي أرقام كبيرة، أما يلاقي مثلا أن هو بيضيف حوالي 9.2 بليون جنيه استرليني للاقتصاد، ان هم بيدفعوا 4.2 بليون جنيه استرليني ضرائب الدوله، ان هو مثلا متشاف في 188 دوله، اقوى دوري على وجه الارض يعني، كل دي ارقام ان هو